معكم فيديو جديد وفلوج جديد من قناة أرينوت. صح أنا عريض، أنا عنود. اليوم جينا فيديو جديد وفلوج جديد زي ما قالت عنود، هو الفيديو تجهيزاتنا لرمضان. زي ما شايفين عنود متحمسة كتير. أوكي، زي ما شايفين قدامنا في هون مشتريات لرمضان. صح. طلبناها أنا وعنود من الإنترنت حتى نزين فيها بيتنا. يس. أوكي، أنا كتير متحمسة لحتى تشوفوا هذا الفيديو لأن رمضان من أحلى الشهور بالنسبة لي، وكمان هو أكتر شهر نتقرب فيه لله. يس. فعن جد أكتر شهر بحبه، كتير كتير بنحبه. يعني صح إنه 11 شهر بس شهر يعني بيجي فيه رمضان بكون أحلى شهر. كل يوم يعني كل يوم بيروح ما بيتعاد. صح. يعني مشان هيك لازم أنتوا تصلوا كتير، تدعوا كتير إنه هذا يعني كل يوم بيروح ما بيرجع. مزبوط. يعني تقرب من الله أكتر وأكتر. يس. أوكي جايز، زي ما قالت عنود ردوا على نصيحة عنود، عنود نصايح صح. صح الوضع. أوكي بس هيك هلا رح نوريكم المشتريات وبعدين رح نزين البيت. yes. وقبل ما نوريكم المشتريات لا تنسوا تحطوا لايك وشير سبسكرايب وتضغطوا على السبيل تحت حصلكم كل جديد. روحوا تابعونا على انستغرام وتيك توك. وبس هيك هلا خلينا نبلش بالفيديو. ليتس جو. تمام هلا رح نوريكم المشتريات وعنود رح تورينا اول شيء. بان. اوكي اول شيء عندي شيء شرشف عليه رمضان. هذول اللي بيكونوا قلعتوا عند رمضان بيجوا على سبيس تون. عالم بيسمون سبيستون. اوكي اذا سو كيوت احمل من هون انا ابد. هذا جولي دي بيبي. اوكي هذا هو، ما بعرف اذا مبين على الكاميرا بس اللي بتشوفوه بيجي على ام بي سي 1 بالدعايات. يس كثير كيوت. اوكي حنحطه. تمام. وفي كمان توب مخدات. هذاك الشرشف طاوله. اوكي وهذا مو ممكن لازم يكون نشيش الطاولة، ممكن نحطها على طاولة قاعدة يعني هو للديزاينات. بالضبط. يس. تاني اشي انا رح اشرحه واللي هو شكل اضوية. هذا هو اللي عليه النجمة وهلال منزينه على الشباك او على الحيطان. هذا عندنا اياه قديم من السنة الماضية بس هاد جديد. جبنا واحد جديد. كسرت الدنيا انا. اوكي. القديم عليه هلال ونجمة، اما هذا بس نجمة كبيرة ونجمة صغيرة. اوكي وجبنا واحد برضه عليه نجم وهلال بس كثير صغير. ها بكونوا للطاولة مثلا. للطاولة او بدك تعليهم على التلفزيون. ايوه شكرا. عفوا. اوكي وكمان جبنا انا وعنود رح افتح لكم اياه. جبنا ملابس صلاة بتكون شالة وتنورة، هذا اللي جابته عنود. أنا كثير متحمسة. تريكوازن بتحسينه. تريكوازن زي لون تليفوني. وإلي أنا طبعاً بامبي طبيق زهري. جبت إلي زهري نفس تبعاً بالضبط. يس. أوكي شو كمان عنود؟ إيفت بردة بسلامة. ثواني جاي. اوكي هيو واخيرا انفتح هيك. هذا بيكون كثير كثير حلو المظهر الطاوله. مزبوط زي تحفه بتحسوها. يس. اوكي وجبنا هاي التعليقه مكتوب عليها وش قال بالرمضان من هون مفكوكه بس انا رح نركبها انا وعنود وبعدين نعلق على الباب تتعلق. مزبوط. وعندنا كمان هون برضه على الهلال قمر قمر هيك بالضوء. والشيء اللي بعديه هو هاد بكون بقلبه مناظر كثير حلوه عن جد ومن هون بتتولع بتنحط بقلب الصالون كثير منظره بجنن. الشيء الثاني هو علينا فان مكتوب عليه رمضان. مزبوط. محارم او منديل. يس. بتنحط على طاوله السفرة لما نيجي نفطر. كثير كيوت وحلوين. عليهم لايك تمت. ايمت. وبعدين انا رح اوريكم شيء كثير كيوت. انا رح اوري انا فانوس لونه اسود من الوان المفضله عند عنود. هذا هو. شوفوا الكياتي شوفوا المنظر قد ايه حلو. كثير كيوت جايز. رح نحط فيه الشمع اللي وريناكم اياه. يس. اوكي رح احطه هون برضه. شك ضوء شك على الهلال. خليني على هلال ونجمه. زي القديم اللي كان عندنا في البيت. ها احنا جبنا واحد جديد وواحد قمر ونجمه. بسم الله يا رب ما يصير له شيء مني. تعال شوف هذا دائما بنحس ان احنا بنكسر الدنيا فيها بس في ما بتتكسر هن بضلوا يقعوا. والشيء اللي بعديه هو هدول نجمه وقمر او نجمه وهلال. رح اوريكم كيف بيكونوا. هي النجمه جايز احنا بكون... هيك بكون منظرهم.
بشتغل. طلع هذا كيوت. هذول هنا شغلت لكم اياهم، هذا القمر او الهلال وهاي النجمه. طلع هذا حلوين كيوت عن جد. بعدين جبنا هذا الكيوت مكتوب عليه بالعربي رمضان مبارك باللون الذهبي. الذهبي بالحرف الضوء جامع. لون الضوء بتاعه احمر، بتذكر انه احمر. بس نشغله رح نوريكم اياه هلا بس نزين. هذا الفانوس مثل اللي لونه اسود بس بديزاين مختلف. لونه ابيض. وهون عندنا شمع باللون الزهري. طبعا جبتوا اوكي نفس ذاك الاسود، اما هذا زهري. تمام. بعدين عندنا هذا الصحن هيك بيكون لحتى نحط فيه طمير، الجوز، اللوز، المكسرات، يعني من الفواكه المجففه. عندنا هون زبديه كبيره، ديزاينها كثير حلو وكثير بتبقى لرمضان، فمنشان هيك جبناها. كمان في كمان زبادي صغار. مضبوط، اكثر من لون، والصينيه الكبيره. هاي هي هيك بيكون منظر. بس اوكي. جبنا كمان هدول. هذول مخصصين للطاولة، تحت الصحن بنحطهم هيك، لون اصفر واسود وابيض، ثلاث الوان طبعا، وكثير كثير جايز حلوين وبيطلعوا منظر كثير حلو. من الاغراض القديمة تاعت السنة الماضية اللي هي هذا شرشف الطاولة ومكتوب عليه رمضان، هيك بيكون منظره كثير حلو، ومعاه توبين مخدة. مثل اللي اجيناكم اياه الجديد عليه طعام رمضان. بالضبط. عندنا اثنين منهم. توبين مخدة. وعندنا كمان هدول التوبين اللي مخبى، طلعوا ما احلاهم، عليهم هيك الزغرفه بتشبه زغرفه رمضان او الديزاين تاع رمضان. بالضبط. في عندنا هدول الفوانيس، ثلاث فوانيس فوق بعض كمان من السنه الماضيه، لونهم اسود. هلا رح نحط فيهم شمع ونشعل. يس. عشان هيك جبنا كثير شمع، انه اكثر من اشياء نحطها في شمع. مضبوط، عندنا كثير فوانيس. اوكي، بس هدول اغراض رمضان ومشتريات رمضان. هلا بدنا نروح نزين البيت. ايه نبلش. ليتس جو. تمام، هلا ففكنا احنا الضوء الشك اللي هو رح ينعلق هون على الشباك مثل زمان. اوكي، رح ننزله انا وعمود بهدول العلاقات، اذا ما زبط ووقع رح ننزله بهذا اللزق. هذا اللزق كثير محكم وكثير قوي، كمان نسوي شفاف ما ببين. هدول احنا جبناهم بس انه عشان ما نخرب الديكور. صح، المضبوط المضبوط الموجود. اوكي، هلا رح نعلقه ونبلش. ليتس جو. ايهبت. ركبنا انا وعمود هذا الشاك، هلا رح نشغلكم اياه، رح اشوف المنظر كثير حلو. اوكي، اول شيء رح اطفي كل شيء. وهلا رح اشغله. واحد، اثنين، ثلاثة. شكرا مجرمة. ايمت. يلا شكرا. حلو كثير. شوفوا قاعد قد ايه حلو، عن جد طالع كثير كثير حلو. اوكي، هلا خلصنا اول شك، رح نروح نرتب ايش؟ الشك الثاني. ايفنت. ليتس جو. اوكي جايز، هلا اجينا على هاي المنطقة، منطقة التلفزيون. اوكي بدنا نركب عليها ضوء بس على شكل نجوم، ما في قمر او القمر. اوكي، بنزين هوني، بنحط اشياء رمضان يعني بيطلع كثير كثير كيوت. نفكك الشك، ممل كثير وازعاج. عن جد. تمام، بعد ما عمود ركبت الشكل اللي فوق، هلا رح نجيب هذا الشكل الصغير عليه قمر ونجوم، رح احطه على هاي الشجره، كثير حبيتها ماما هاي اعطتني الفكره، فرح اشوف كيف رح تطلع. احلى شيء بالموضوع انه كله له بطاريات، مو شبك بالكهرباء او هيك، فحبيت هذا الشيء. انا املك الشمع؟ اوكي، يا عمود رح تلمي الشمع حتى نحط شمع جديد. هذا شمع قديم هون.
تمام. هون ركبنا الضوء وحطينا الشمع، عنود حطت الشمع وحطت كمان بطاريات. رح اوريكم المنظر كيف بيطلع. هيك بيكون نعم مشغل الضوء، كثير حلو كثير حبيته. اوكي هلا رح ننتقل لعند التلفزيون حتى نحط التحف اللي جبناها والفوانيس. اوكي رح نشيل كل شيء هون. هلا رح احط هاي الشمعه بقلب الفانوس. هاد حتى لما تشغل بالشي اسمه لما تشغل الشمعه بتطلع كثير حلو. لونه حطه هون ونسكره. حطه في قلبه. ما تسكر. هلا بسكر. حاولت كثير انه افتحه قفله ما عرفت، بس بعرف كيف علي بضبط معه. تمام الكبار بيعرف يفتح كل شيء. طب هيك يعني. اوكي هلا رح نشغله. طبعا اخر شيء رح نشغل كل الشموع اللي ما شغلناها، رح احطه هون. منظر بيطلع كثير كيوت وحلو. اوكي جايز اجينا هون. هلا بنحط هدول على الارض ونحط بدالهم هدول اللي جبناهم برمضان. اوكي يلا خلينا نعملهم. اوكي عنود حطت الشمع اللي لونه زهري ما حبيناه فرح نحط الاسود. صح. وانا زي ما شايفين هناك عبيت المخدات. اوكي يلا عم نغسلهم. هذا ريحته مسكر. ريحته مخور. يس. ركبنا هاي على الحيطة بس كانت كتير صعبة لحتى نركبها، واخذت معنا كتير وقت لحتى دخلنا حرف حرف، وهيك صارت مكتوب عليها وش كال دين رمضان. بس هيك. وهلأ بدي اركب هذا الهلال على الباب. خلينا نبلش. ليتس جو. ايبت. اوكي جايز هذا نفك هاد البلاستيك. اوكي فكيناها اخيرا. اوكي هلا بدنا نعلقها. عندنا هاي اول شيء لعلقها الباب. ايوه بعدين نعلق برضا. ايت هون تمام. الله يا رب يطول لي. هلا علق القمر. هو مو مبين كثير بس هلا رح يبين. ايوه برافو. هلا بدنا نشغلها. بسم الله. اوه حبيت طلع كثير حلو عن جد. سوري اي لاف ات. فهلا رح نرتب هاي الطاوله اللي عليها فانوس وفناجين قهوه. رح نشوف شو رح نحط عليها انا وعند. صح ليتس جو. هلا رح احط هدول النجمه والقمر هون، وفوق رح احط شمع. اول اشي رح نبلش. كمان حط من هدول التنتين. اخترت اللون البيج وكمان تقريبا نهدي او اسود هيك لونه، فرح احطهم واحدة هون واحدة. سو كيوت. اوكي جايز هلا بدنا نجهز طاولة الصبرا. مظبوط. اوكي جايبين احنا هون شرشف طاولة لون الاسود والابيض وكمان هدول الاسود، وزي ما قلنا لكم جايبين هدول الفواكه مجففة والمكسرات. يس. هلا رح نعبيهم، فخلينا اول نظبط هون بعدين نعبي.
اوكي قال بكون هلا احنا خلصنا المكسرات و الفواكه المجففه. يس شكرا عفوا. تمام هلا اجينا هون لحتى نعبي المخدات وكمان نعمل الطاوله بهذا الشجر. اوكي لحتى نعمل المخدات رح نعمل حركات التيك توك. جاهزين؟ يس. واحد اثنين ثلاثة. تعبوا الخدات شفتوا كيف؟ عبينا الخدات بس بايه؟ بثانية واحدة بس عشان تعرفوا التيك توك. يلا اخذت معنا 10 دقايق. اوكي هلا عبينا المخدات زي ما شفتوا هلا رح نجهز الطاولة. يس. هون الكتب محل ما كانت هناك بنص الطاولة حطهم هون عشان هون كربايتين حمرا بتطلع كثير احلى. يس yes. اوكي بس هيك لهون بكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى انه عجبكم وحبيتوه. انا كثير انبسطت بالزينة اللي عملناها انا وعمي. يس اكتبوا لنا تحت بالكومنتات شو اكثر شيء حبيتوه ديزاين في البيت. مزبوط انا اكثر شيء حبيته القمر على الباب عن جد كثير حلو طالع. عن جد كثير حلو وانا استغربت انه هيك لونه مختلف. ايه كأنه رمضان عن جد. يس واكثر شيء حبيته الطاولة كثير كثير حلوة والفانوس لليك كثير حلو. وبس هيك بحبكم كثير كل عام وانتم بألف خير. ان شاء الله بينعاد عليكم بالصحة والسلامة. وكمان لا تنسوا تحطوا لايك وشير سبسكرايب تضغطوا على السهم اللي تحت حصلكم كل جديد. روحوا تابعونا على الانستغرام والتيك توك. وبس هيك بحبكم كثير استنوا فيديوهات جديدة ولقاءات جديدة وعقبات جديدة. باي باي. رمضان كريم.